شرفت منزلنا بارك يارد. واو، رائع جدا. رائع بالتأكيد. إلى أعلى طبق لنبحث عن السيد ماكتيرتل. نعم، هيا. بما أننا في الأعلى، راقبوا السماء وابحثوا جيداً عن السلحفاة. الأعين إلى السماء. أرى السيد ماكتيرتل. واو، يطير الآن في الاتجاه الآخر. والآن اتجاه آخر. والآن اتجاه آخر. الرياح شديدة، أكرر، الرياح شديدة. أتمنى لو يمكن التحكم فيها. تشارجر، هذا هو. نعم، بالتأكيد هو. مهلاً، ما هو؟ يمكننا التحكم في الريح. ويلر، أحضري المسطح، لدي خطة. تسلق الفروع وكسر أصعب صامولة. ها، باللوط، وجبتي المفضلة. ويلي ويلي الخارق، ليه؟ عندما أسقط أعود لأعلى وأنطلق مجدداً. أجل، سكويرلي ويلي الخارق. موتور تلعب سكويرلي ويلي الخارق. ويها سكويرلي الخارق. أوبسي. لا بأس يا موتور، قفي وحاولي ثانية مثل سكويرلي ويرلي الخارق. عندما أسقط أعود لأعلى وأنطلق مجددا. مرحبا يا موتور. مرحبا يا ميكس، أعني مرحبا يا سكويرلي ويرلي الخارقتان. سمعت صوت نباح. رابل والطاقم، أوه، مرحباً يا عمدة جريتوي. مرحباً يا جراء، عندي سؤال. هل سمعتم عن عرض يسمى سكويرلي ويرلي الخارق؟ موتور تحب هذا العرض. إذن ستكونين متحمسة لرؤية فيلم سكويرلي ويرلي الخارق الجديد. أجل. لكن هناك مشكلة، لا تحتوي بيلدر كوف على سينما لمشاهدة الفيلم. أو لا. ولكن إذا كان بإمكانكم بناء سينما الليلة، يمكننا مشاهدة فيلم سكويرلي ويرلي معاً. لا تقلقي، رابل والطاقم سيبدون السينما، لا مشكلة. أجل. اجتماع رابل والطاقم، سنقوم ببناء سينما. وقت التحميل والخروج. سنبني سينما. ممتع. ويلر، ستحتاج عوارض فولاذية وإسمنت وألواحاً حجرية وخشباً وصواميل ومسامير. شكراً يا عمة كرين، شاحنتي ممتلئة، حان وقت البناء. لقد عادوا. ها هم. لقد عادوا. عادوا. مرحباً بكم، يوم المرح في ساحة النباح جاهز الآن. أجل. شكراً. أجل. جيد، لقد عدتم لنحطم القرعة من أجل فطيرتي. هيا بنا، سأبدأ خلال 3، 2، 1. أولا، تركوا خفاشا صغيرا وراءهم. لهذا بدت الخفافيش قلقة، كانت تعرف أنه مفقود. وليس لدينا زهور لقيادته إلى الخفافيش. لا، خفاش مسكين. لا تحزن، موتور ستلعب معك. موتور، الخفاش الصغير يظن أنك خفاش. الأجنحة ثقيلة، الرفرفة صعبة. آسفة. يجب أن ترفرفي مجدداً، وإلا فلن يتبعك الخفاش الصغير. لا تقلق، هناك دائماً حل بناء. مهلاً، ألن يكون ممتعاً إذا
بنينا أجنحة لموتور لتقود الخفاش الصغير إلى عائلته. فكرة رائعة يا ميكس. هيا بنا نبني. سنقطع هذه الألواح لتبدو كأجنحة الخفافيش. هذا سيساعد موتور في ارتداء الأجنحة، وهذه ستساعدها في الرفرفة. ياي! هذه الأجنحة رائعة. الآن تحتاج إلى ميكس للطلاء. أف! الرذاذ الناسف. واو! لنرفعها مثل الخفافيش. موتور تشبه الخفافيش. ويمكنك أن تطيري مثلها. موتور خفاش! أيها الصغير، هيا طر معي. الخفاش الصغير يظنها خفاشاً. هيا يا موتور. موقع لحفرة النار لشواء المارشميلو. هذا لذيذ. أمسك صخوراً، ارفعها، حركها. حول حفرة النار. هيا نصنع بعض الأشجار. أف! منشار! يجب قطعها لتبدو حقيقية. وطلاؤها لتبدو حقيقية. واو! يبدو هذا كمخيم في الجبال. قد انتهينا انتهينا. ما رأيك في مخيم بارك يارد؟ ياي! أحببته! هيا بنا نخيم. أولاً سنتناول فلفل الجد جريفل حول النار. ثم سنتنزه في الطبيعة. أحب الطبيعة والتنزه. وأخيراً ننهي الليلة بشواء المارشميلو حول نار المخيم. ترى هل هناك جرو متشوق لهذا؟ مارشميلو. أنا لذيذ لذيذ لذيذ. أفضل جزء أننا سنفعل كل شيء تحت سماء الليل الجميلة. مهلا، أنا نسيت شيئا. الليل مظلم وأنا أخاف الظلام. رابل اطمئن، ليس مظلما جدا. تطبيق العلوم يقول السماء صافية، قمر مكتمل ونجوم. ليس مظلماً جداً لشواء المارشميلو اللذيذ. هذا صحيح، لكن أولاً وقت العشاء. أحضروا أوعيتكم. أوه! موتور ستلعب بها. انتظري، فالطلاء ليس جافاً، كانت ستصبح جروة حمراء. هذه وظيفة المجفف الفائق. أوف! الأدوات. اعتقدت أنك تستخدمه ك وتقوم بشفط الأشياء. صحيح، إذا ضبطته على وضع التجفيف فإنه ينفخ الهواء. واو! كلها جافة. موتور هيا العبي بالحلقات. حلقة الطيران. ماذا؟ لقد جاءت في ذيلي. موتور كيف فعلتيها؟ كل هذه المسافة وجاءت في ذيلي. ما هذه الألعاب الجميلة التي صممتموها للعمدة جريتوي؟ أحسنتم حقا يا صغار. لا أصدق أن العمدة تطبخ الفلفل الحار للجميع في بلدر كوف. وبعد أن يأكلوا يمكنهم لعب هذه اللعبة الرائعة، اللعب بالحلقات. لا أستطيع انتظار تشيلي كوكاروه، إنه وعاء لذيذ.
لن ينسوا. الفلفل الحار للعمدة جريت واي هو الأفضل الألذ الأطعم الأروع على الإطلاق. صنع الفلفل الحار للتشيلي كوكارو. حسناً. حقاً يا سيد داكيدو، صنع كل هذا الفلفل الحار عمل شاق. القليل من الإيقاعات المسلية. ارفع السقف، ارفع السقف، ارفع السقف. يتساقط على الفلفل الحار. سوف يقوم بإتلاف التشيلي كوكارو. أعرف بمن أتصل. إنه صوت نباح، هيا بنا. رابل والطاقم. مرحبا عمدة جريت واي. مرحبا يا جراء، هناك خطأ في سقف قاعة المدينة، أخشى أن يسقط ويدمر الفلفل الحار ومجلس المدينة. واو، أنت بحاجة لإصلاح السقف، نحن في الطريق. عمة كرين، علينا إصلاح سقف قاعة المدينة. حسناً يا ويلر، سأعطيك الكثير من الإمدادات لإصلاحه. خشب، ملمع، مسامير، حائط الجبس. أوهوهو. معك كل الإمدادات. شكراً يا عمة كرين، شاحنتي ممتلئة وحان وقت البناء. تحطمان الصخور وتكسرانها؟ أجل، إنها حقاً رائعة. تماماً رائعة، معك حق. سأضعها الآن في الهراسة المحطمة. التحطيم والهرس، أحببتهما. واو، إن الجو عاصف اليوم. كافي كارول. مرحبا يا جراء، لدي أخبار مثيرة. إنه أمر مثير للغاية. لقد صنعت نكهة مثلجات جديدة تسمى كارل بيري بانفجار الكراميل. يمكننا تجربتها؟ لما أنتهي منها بعد، سأجعل الجميع يجربها بعد انتهائها. لذلك المثلجة مجانية للجميع في بيلدر كوفي اليوم. سأكون على الطريق قرب الشارع الرئيسي، لا يمكنكم نسيان الطريق. إلى اللقاء. الجو عاصف اليوم. الشيء الأفضل من البناء مع العائلة هو الرقص على حلبة الرقص معهم. يا عم يا عم حان وقت أعمال محطة المنشار. انتبه. وف، مطرقة. ما تحتاجه حلبة الرقص هو ميكس للطلاء. استعداد، تصويب، طلاء. عمل جيد يا جراء، علينا الاستعداد لحفل الرقص. نحتاج إلى توصيل الأضواء. سأوصلها، هيا بنا. لقد أضيئت. كيف تضيء الأضواء؟ سؤال رائع يا موتور، هل ترين ذلك القطب مع الأسلاك؟ هذه الأسلاك تجلب الطاقة لساحة النباح لكي نشغل الأشياء مثل الأضواء. والدي جي أيضاً. يا جراء الحفلات، إذا كنتم مستعدين دعوني أسمع. أو أو أو. لنبدأ هذا الحفل. أجل، ارقصوا معي، ارقصوا معي. ولا أحد آخر يرقص معي لأن الكهرباء انقطعت. أجل، يبدو أن الكهرباء انقطعت. ولكن هل فقد الطاقة أيضاً كل من ببيلدر كوف؟ نريد الفيلم، نريد الفيلم. لا
تقلق، حالا سأجهز اللبن المخفوق يا صديقي. الكهرباء انقطعت، هكذا الخلاط لن يعمل. أوه لا، لن أشرب اللبن المخفوق. حسنا، الضوء الأخضر، هيا. لا، احترس يا صديقي، بدون إشارة المرور كيف لنا أن نعرف دورنا؟ أوه لا، نريد طاقة للتشغيل ولحفل رقص. لقد أردت حقا أن أرقص، لماذا تنقطع الطاقة الآن؟ كنتم تعملون بجد، حان وقت المكافأة، إنه جليد كيبل بوبس لذيذ. أنا بخير. وداعا للطعام. حسنا يا جراء، لنرى أين المشكلة. إنها المفصلة، تساعد في فتح اللوحة وإغلاقها، وهذه المفصلة مكسورة. جيد، لدي المزيد في الصندوق. لنرى، صواميل، براغي، مسامير، مقابض أبواب. لدي الكثير من المقابض، مقابض كبيرة، مقابض صغيرة، مقابض جديدة، مقابض قديمة، وهناك مفصلة. واو، لديك كل شيء في صندوق الأدوات. حسناً، قمت بجمعها منذ أن كنت جرواً. نحن عائلة، عائلة الجراء. جيد كالجديد، هيا خذوا الكيبل بوبس يا جراء. لذيذ جدا. لذيذ، شكرا يا جدي، انت دائما تفعل اشياء جميله لنا. اجل، وقد حان الوقت لنفعل شيئا للجد، لنجعل اليوم يوم الجد. يوم الجد، واو. سنقضي اليوم كله معك يا جدي، سنغني ونلعب الالعاب، وسنعد وجبات خفيفة لك، ما رأيك؟ أعتقد أن يوم الجد أفضل يوم على الإطلاق. جراء لطيفة للغاية، تجعلون عمتكم فخورة جدا. حسناً، الآن يبدأ يوم الجد، ماذا تريد أن تلعب؟ المفضلة حركة وثبات، سيكون هذا ممتعاً. الآن ستتحركون مع حركة وتثبتون مع ثبات. جاهزون؟ حركة، ثبات. لهذا أحب هذه اللعبة. صوت النباح، هيا. مرحبا جروسر جابريال، هل أنت بخير؟ ساعدوني رجاءً، انظروا، الجميع في متجري لشراء بعض الجبن الشهير واللذيذ، زيستي بيستي شيدر. زيستي بيستي شيدر، جبني المفضل. نريد الجبن. إنهم حقاً يحبونه، لكنهم لا يستطيعون الدخول إطلاقاً. أسقطت الريح هذه الأغصان. لا تقلق يا جروسر جابرييل، يمكنني التقاط الأغصان بمنتهى السهولة، سأكون هناك. شكرا لكم، وداعاً. هنا يأتي تشارجر بطاولات الحفل لعيد الميلاد. حفلة؟ تذكري، هذه مفاجأة، لا يمكن لموتور رؤيتنا نحضر للحفل. موتور ستكون متفاجئة. ياي، حفلة مفاجئة لي، لكن لماذا في البحيرة؟ حفلك غير المفاجئ في البحيرة، لأن هناك كاميلا ستقدم هدية عيد ميلادك. أوبس. شكرا لحفل موتور. ما هدية موتور؟ إنها مفاجأة، وهي كبيرة جداً، لدرجة أن كاميلا ستحضرها في شاحناتها. موتور ستبدأ الحفل الآن، والبطة قادمة للحفل أيضاً. إلى البحيرة لنستعد لحفل عيد ميلاد موتور. تتزلج، هيا.
أحياناً، لكن هل تعرفين ألن يكون ممتعاً إذا أخذنا هذا الخشب وبنينا لوحة تزلج باستخدام قصاصات البناء؟ فكرة رائعة يا ميكس، هيا بنا نبني. هذه وظيفة محطة المنشار. يحتاج إلى ميكس للطلاء، لوح التزلج أو الرذاذ الناسف. عمة كرين، لقد مر الزمن، لكن عمتكم كرين ستظل بارعة. أحسنت يا موتور، استخدمي ذيلك للتوازن. فاجأتني العمة بأنها تتزلج. بالطبع، هناك الكثير من مهارات العمة كرين التي لا تعرفها. هيا سأريك. مهلا، إنها تبدو تماما مثل العمة كرين. تشارجر، إنها العمة كرين. أجل، عندما كانت بطلة التزلج على الجليد. رائع. هذا ما يقوله الجمهور عندما تتحمس في حديقة التزلج وتقوم بحيلتها الخاصة، حركة إعصار تويلر. أنا لدي فكرة، ألن يكون ممتعاً إذا قدمنا للعمة كرين لوحة تزلج كهدية لكي تتزلج ثانية. أو هذه فكرة رائعة، ولكن للأسف لا توجد حديقة تزلج في بيلدر كوف. هناك دائماً حل بناء، سنبني لها حديقة تزلج. هذه فكرة رائعة يا رابل. أعرف مساحة مثالية للبناء بجوار المنتزه. ماذا بالمنتزه؟ البط. سوف نقوم ب بناء له بركة. البط، ياي. إنها فكرة رائعة وتبدو ممتعة، سأنضم إليكم. لا لا، ليس بعد، لأنك قلت ستساعدينني في صنع كعكة في شاحنة طعامي اليوم. حقا؟ يبدو أنني نسيت. بعد مساعدة الجد في الكعكة سنساعدكم أنا ومطر. بالتوفيق مع البركة. كان ذلك وشيكا. جدي جرافل، عمتي كرين، موتور، لدينا مشروع بناء كبير للعيد. نحتاج مؤنا لبناء حلبة تزلج على الجليد لعرض الليلة. كذلك يجب أن نصنع الكثير من زينة العيد. وأنا وترافلز يجب أن نخطط لعرض قبل الليلة. الآن مشروع بناء كبير للعيد، يجب بناء الزينة أولاً ثم تحميل مؤن التزلج. إذا أردنا إنجاز كل العمل فلنعمل بينما نغني. نحن عائلة، عائلة الجيران، ندق المسامير ونهز ذيولنا. نحن عائلة، عائلة الجيران، عائلة الجيران. حسناً يا ترافلز، فكرة لعرضنا، فلنقم بشيء كهذا. أنت محق، شيء آخر، ربما نتزلج ثم نفعل هذا. إن هذا صعب، فلنفكر بعرض جديد بسرعة. مطرقة ثقب الطلاء، هذا ما نفعله. تريد بناء شيء؟ سنبنيه من أجلك. نحن عائلة، عائلة الجيران، عائلة الجيران. والزينة غير المكتملة. اطمئن، سننتهي منها. ابدأوا في بناء حلبة. بالتوفيق. إلى اللقاء. سنحتاجه، أنا وترافلز نفكر في عرض جديد. رابل، لدينا مشكلة دجاج في بارك يارد. بارك يارد، سنتحرك. عمة كرين، جدي جرافل،
ماذا تفعلان في الخارج؟ حسناً، لا يمكن الدخول. الرافعة تتحرك بسرعة. مستحيل، هذا يعني جيمي ببرج الرافعة. أخبرني كيف سننزلها؟ بالصعود لأعلى، سأعود فوراً. قادم يا جيمي. كان وشيكاً وممتعاً. واو، أمسكتك. الآن هيا بنا إلى المزرعة. أنصبر ويلر. ويلر، هل أنت بخير؟ كان ذلك دوراناً زلقاً. أنا بخير، لكن ليس لدي أي فكرة عن سبب الانزلاق. أها، يبدو أن الزيت انسكب وتسبب في انزلاقك. هذا سيجعل أي مركبة تنزلق. شارجر، هل يمكنك إحضار كيس من الرمل وإغراقه في الزيت؟ أجل بالطبع، سأعود. التقط، ارفع، حرك. الرمل على الزيت؟ أجل، تمتص الرمال الزيت وتجعله غير زلق. حسناً يا ويلر، هذا آمن، حاول القيادة فوقه. لا أنزلق، لا يوجد انزلاق، أنا لا أنزلق الآن. صوت النباح، هيا. حسناً، يجب إحكام البراغي. مفتاح. مفتاحي مفقود. يا عائلتي، هل رأيتم مفتاحي؟ أفقد الأشياء عندما أدفنها. ربما دفنت مفتاحك، سوف أجده. حفر حفر حفر، لا شيء هنا. حفر حفر حفر، لا شيء هنا. حفر حفر حفر، وجدت شيئا. واو، مستحيل. تشارجر، وجدت جوهرة وهناك المزيد. علينا الحفر جميعا، هيا بنا. انظروا إلى ذلك يا صغار، وجدتم دليلا للعثور على كنز قوس قزح. شكرا لاستعارة مفتاحك يا رابل. أجل، من الجيد أنه معك. شكرا يا جدي. مهلا 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 جدي، هل قلت وجدنا دليلا للعثور على كنز قوس قزح؟ أجل، قلت ذلك. واو، لا أصدق أنه حقيقي. هيا قابلوني عند الشاشة وسأخبركم بكل شيء. منذ زمن قبل وجود بيلدر كوف، كانت هذه الأحجار المثلثية الأربعة مبعثرة. واو! تقول الأسطورة إذا عثرتم عليها قبل الغروب ستقودكم إلى كنز قوس قزح. يجب أن نجد هذا الكنز. كما وجدنا حجراً سنعثر على البقية، لأننا عائلة تعمل معاً. صحيح يا جراء؟ أجل. أجل، أحسنت القول. عليكم حل اللغز المكتوب أسفل كل حجر وسيقودكم إلى التالي. أحب الألغاز، هيا. إذا كنت تبحث عن الحجر الثاني فابحث في أعلى قمة. أين هي أعلى قمة؟ أنا أعرف، أعلى قمة على قمة جبل الأدوات. إذن هذا هو مكان الحجر الثاني. ميكس، أنت جروة ذكية، هيا بنا. أجل، آلة التحطيم تنطلق. تماما كموتور. أحب التحطيم في آلة التحطيم، خصوصاً في المطر.
آخر من يصل للبيت جرو مبلل. أنا لا أحب المطر. أكرر، أنا لا أحب المطر. نعم، هكذا لن يمكننا البناء. إذن ما الذي سنفعله بينما ننتظر توقف المطر؟ أعرف، أعرف، أعرف! دي جي رابل إلى الإنقاذ! هيا ابتعد، نريد البناء الآن. مطر مطر، هيا ابتعد، نريد البناء الآن. واو، غنينا وأبعدنا الأمطار. نعم نجحنا، ولدينا مكالمة على بارك سكرين. هيا بنا. On the great way. أكان مطراً غزيراً؟ بالتأكيد، لكن السيد داكيدو أحب التجديف بالبرك، لكن الآن البلدة تحتاج مساعدتك بشكل كبير. هطلت الأمطار لفترة في الجبال، والآن تتدفق المياه نحو الوادي مباشرة، الذي يؤدي بعدها إلى بلدركوف. هذا ليس جيداً، أكرر ليس جيداً. إذا وصل الماء إلى بلدركوف، فإنه سيفسد البلدة كلها. إذن نحن نحتاج إلى حل بناء لوقف هذا الماء. حسناً، لو أردنا إيقاف الماء، سنبني واحدة من تلك. صدود، لو مرتفعة كفاية، ستصد الماء وتوقف التدفق. أجل! إنها فكرة رائعة! وفي حال وصلت المياه إلى المدينة، فالأفضل توزيع أكياس الرمال. نعم، الرمال سوف تمتص الماء. سأخبر العمة كرين. شكراً لكم، بالتوفيق، بلدركوف تعتمد عليكم. حسناً، إذن لدينا مهمة كبيرة. وهو! هيا نحمل وننطلق. هيا نبني أرجوحة دوارة. ولمهمة كهذه نحتاج مركز النشر. الأمان أولاً، وأنا سوف أساعدك في هذا. شكراً يا جدي. مركز النشر هذا رائع. قد جاء تشارجر لجعل الخشب ناعماً بالصنفرة. هذه الأرجوحة رائعة جداً. أحسنتم، أرجوحتنا انتهت. هذا يجعلني أهتف فرحاً. إلى زبدات السوداني والهلام. الفول السوداني. هيا نأخذ أرجوحتنا إلى جروسر جابريل. هكذا جففت نفسي. أحب وقت الاستحمام. حسناً، يجب أن أستعد للصورة العائلية. هذا يبرز جانبي الجامح. هذا رائع. أجل، هذا الجرو يمكنه التنظيف.
نظيف جداً. أوه. الجد! هل أرى بعض الجراء النظيفة هنا؟ أجل أتكلم عنكم. سنذهب إلى المتجر لنلتقط إطاراً للصورة. حافظوا على النظافة، لا نريد كفوفاً قذرة في الصورة. يمكننا فعلها يا عمة كرين، لا توجد مشكلة. وداعاً. موتور ذاهبة للعب. موتور لا. أوبسي. لا تستطيع أن تظل نظيفة. موتور، يبدو أننا سنضطر إلى الاستحمام. استحمام؟ موتور، لا تهربي. موتور، هل أنت هنا؟ موتور؟ موتور، ها أنت ذي. أنت حقاً لا تحبين الاستحمام؟ وقت الاستحمام ليس ممتعاً، لكن وقت الاستحمام ممتع للغاية. كيف أشرح لك؟ سأعود حالاً. هذه البطة هي لعبتي المفضلة، تجعل وقت الاستحمام ممتعاً حقاً. شكراً يا رابل. موتور، الآن ستستحمين. لا، موتور لا تحب الاستحمام. حسناً، هذا لم ينجح. لا مشكلة، نحتاج فقط لإيجاد حل للبناء. موتور، ربما ستحبين الاستحمام إذا بنينا حوض استحمام رائع. أجل. مهلاً، حوض الاستحمام الرائع. إنه أكثر حوض مرح، على شكل عظمة وبه منزلق، وأفضل جزء به نافورة فقاعية. أراهن أنك ستستحمين فيه، أليس صحيح؟ حوض رائع. ووو. انتظر، موتور لا تحب الاستحمام، لكن موتور تحب البطة. إنها تحب البطة وتكره حقاً الاستحمام. لا أعلم لما يا ربل. لا تقلق، إذا بنينا أروع حوض على الإطلاق، موتور سوف تحبه. هيا بنا نبني. لدينا مهمة عاجلة. أوه، ما هي؟ علينا صنع بوق وبيانو وطبول، وهذا قبل أن يبدأ حفل يوم بلدركوف. حسناً، حين نعمل كعائلة لا شيء سنعجز عنه. تعرفون، عمل كهذا يحتاج أغنية جديدة. نحن عائلة جراء، عائلة جراء، ندق البراغي ونهز ذيولنا. نحن عائلة جراء، عائلة جراء، نصنع آلة موسيقى لتغني سيارة سباركل. متحمس جدا للزوم زوم. لا وقت للزوم الآن، فلننتهي من الآلات وإلا سيارة سباركل لن تغني. صحيح، فلنركز. لا زوم، لا زوم. نحن عائلة جراء، عائلة جراء، هذا ما نفعله. تريد بناء الشيء؟ سنبنيه لك. صنع الآلات يعطيني الزوم زوم. لا وقت للزوم الآن، لنكمل البناء. سننجز كل شيء. اهدأ يا تشارجر، نفس عميق. نحن عائلة جراء، عائلة جراء، عائلة جراء. الشيء الوحيد الذي تحتاجه الآلات هو ألوان ماكس. يجب أن أضيف الكثير من الألوان في الخلاط الكبير. ماذا عن البنفسجي والأصفر وبعض الأزرق وبعض البرتقالي أيضاً؟ أوه، والأحمر. وقت خلطها وتحميل الرشاش باللون الناتج. حسناً يا طاقم، لنقلها مع ميكس. استعد، صوب، اطلي. ما رأيكم؟ ووو. رائع يا ميكس. شكرا.
مجاناً. أولا، ساحة النباح مغطاة بالفقاعات. أجل، مرح، لكن زلق. مرحباً يا جراء، ودعاً يا جرو. قابل يأتي مسرعاً. جدي، تمت تغطية بلدر كوف بالفقاعات. سنقوم بتغطيتها بالرمال لإيقاف الانزلاق. آه، تماماً كما فعلنا من قبل. تفكير ذكي. مشكلة واحدة، لا توجد رمال. هناك الكثير من الفقاعات، سنحتاج لصنع المزيد من الرمال في الهراسة المحطمة. هيا بنا. حسناً يا ماكس، حطمي الصخرة لتتحول إلى رمل. حسناً. نحتاج إلى تحطيم المزيد. أكرر، نحتاج المزيد. إليكم المزيد من التحطيم. أوه، انظروا هناك، صنعتم الرمل. لا أصدق أنني سأقول هذا، لكن الطريقة الوحيدة لتنظيف هذه الفوضى هي إحداث فوضى أكبر. أنا مستعد لتفريغ الرمال في كل بلدر كوف. أتمنى أن تكون بيني وليني وجيني بخير. هم بأفضل حال، يحتفلون. دجاجاتي، لقد افتقدتكم. لن أسمح لكم بالهرب أبداً أبداً. لن تكون مشكلة، انظروا، لدينا بعض المؤن المتبقية. لذا بنينا سياجاً ليبقي بيني ولني وجني بأمان. من الممكن أن يلعبوا اليوم. تذكروا ما قاله الجد، في بعض الأحيان يمكنك العمل بما لديك، ولدينا الكثير هنا. أوه، فهمتك. يمكننا استخدام القطع المكسورة في بناء ملعب جديد وآمن. وسأعود لأرى أي مواد بناء إضافية في ساحة النباح. أنا منبهر، أحب طريقتكم في التفكير. أتعلمون؟ سوف نجعل هذا الملعب أروع ملعب على الإطلاق. هيا هيا بنا نبني. أريد أن ألعب. إنه جاهز تقريباً، ينقصنا فقط أرجوحة. أنا لدي فكرة. ألن يكون ممتعاً إذا لم تكن الأرجوحة أرجوحة؟ ماذا لو كانت الأرجوحة إطاراً؟ ميكس، أنت جروة ذكية، هيا بنا. انظر إلى هذا المكان يا سيد مكترتل، كيف يكون أفضل من ملعبي؟ حسناً، أعتقد أن الأطفال يعتقدون أنه رائع. هذه الجراء جعلتني أبدو سيئاً، والآن سوف يهتف الأطفال لها وليس لي. حسناً، لن تتلقى الجراء أي هتافات إذا انهار ملعبها قبل أن يتمكن الأطفال من استخدامه. لكنني لدي فكرة. كفى ضحكات شريرة، لدي أشياء لأفعلها. هل الأرجوحة جاهزة؟ أجل، جاهزة. هيا يا موتور، ساعدينا في إخبار الأطفال أن الملعب مفتوح الآن. وقت اللعب. مرحباً بالجميع. رابل والطاقم يقدمون عرض العيد لبلدر كوف على الجليد.
أولا لعنة كرين وتزلزلتها السريع. انظروا إلى لعنة كرين حولها الهواء معها الحلوى. تعالوا ما يحدث لأنها جروة سريعة. هكذا نقوم بالأمر. والآن هيا رحبوا جميعا بماطر. ستقدم قصيدة خاصة للعيد. موتور تحب العيد مع العائلة وهذا لطيف. أكثر ما تحبه موتور تكسير الجليد. موتور بوم بوم وبوم بوم وبوم بوم. عيد بوم سعيد. متحمسة للغاية. واحد اثنان ثلاثة اسحبوا استمروا هيا. بطة كبيرة. يا عيد سعيد يا بطل. ما زالت هناك مفاجأة. هذه لاكي. هيا اضغط على هذا الزر. هدية رائعة. أحببت البطة الكبيرة. وهناك مفاجأة أخرى يا موتور. مفاجأة يا موتور. الجد وكل أصدقائي. وسنبدأ هذا الحفل بكعكة عيد ميلاد على شكل بطة. هل حقاً قلت حفل؟ هيا بنا يا جدي. أجل، منسق الأغاني الرابل في المنزل. أعني عند البحيرة. أجل، استمعوا يا جراء. نحن رابل والطاقم ونحب البناء بالأدوات. أولا، المثلجات تتجه نحو الأطفال. علينا إنقاذهم. رابل يأتي مسرعا. لم أكن أتوقع حدوث ذلك. أنظف متجري. أنظف متجري. هل رأيت للتو مثلجات عملاقة تطير؟ لا. أنا لدي فكرة. سأستخدم مجرفتي لجعل المثلجات العملاقة تطير في الهواء. فكرة جيدة. وسألتقطها بشاحنة القلادة. أيتها المثلجات العملاقة، أنا في انتظارك. المثلجات الطائرة. اقتربت من الموقع. لقد نجحنا. أنا متحمس جداً. امنحوه بعض المساحة. أنا حقاً متحمس جداً. ويلر، التقطت المثلجات ببراعة. شكراً يا تشارجر. الآن سنعيد المثلجات العملاقة إلى حيث تنتمي. بنيتم الإطار بسرعة فائقة. والآن حان الوقت لبناء الطوب. مارشال، أتساعدنا في وضع الطوب؟ أنا؟ أجل، سوف أصبح جرو بناء. نحن عائلة، عائلة الجيران. ندق المسامير ونهز فيولانا. نحن عائلة، عائلة الجيران. مطرقة وطلاء. هذا ما نفعله. تريد بناء شيء؟ سوف نبنيه لك. نحن عائلة، عائلة الجيران. عائلة الجيران. واو، هذه العائلة لديها مهارات بناء جادة. هذا فقط من الخارج. انتظر لترى الداخل. لكن ليس بعد. لم نبنه بعد. وأنا لا أطيق الانتظار. ما
محطة الإطفاء تحتاج إلى عمود. أجل. استعداد، تصويب، لحام. حسناً يا موتور، اختبري باب المرآب. إنه يعمل أسفل وأعلى. وهذا مكانه هنا وهنا. هاه، أنا أحب التنظيم. حسناً يا مارشال، لقد انتهى الأمر. انظروا إلى محطة الإطفاء. مارشال، هل المحطة جاهزة؟ سنعرف ذلك الآن. من سيعطيني جولة؟ أنا! حسناً، فلتبدأ الجولة. من الصعب كسر هذا. لا عجب أن باب المرآب لم يفتح. محطة الإطفاء جاهزة للعمل. أجل! شاحنتي. شكراً يا رابل. سمعت أنكم قمتم بعمل رائع في إنقاذ عمر وعائلته. نعم، لقد فعلوا، وهذا يذكرني أنا على استعداد لاختيار قائد الإطفاء المتطوع. كان قراراً صعباً، لكن اليوم أظهر أحد الجراء شجاعة وذكاء واهتم بسلامة الجميع. لذا الجرو الذي سأختاره ليكون قائد الإطفاء المتطوع هي موتر. أنا؟ شكراً يا مارشال. وهو! تحقينها. تحقينها. أحسنتي. عمة كرين، سنبني مغسلة لتنظيف دراجة العمدة. حسناً يا ويلر، ستحتاج عوارض فولاذية وإسمنت وخراطيم والكثير من مواد التنظيف. أجل! شاحنتي ممتلئة، حان وقت البناء. حسناً يا طاقم البناء، سنبني للعمدة مغسلة سيارات. هيا بنا نبني. حان الوقت للقيام بالحفر. خرسانة لأرضية المغسلة. ها نحن. استعداد، تصويب، إسمنت. انتبه للوحل. تشارجر، أحتاج مساعدة. هنا يأتي تشارجر. التقط، ارفع، حرك. أحسن. سهلة. واو، تبدو رائعة يا جراء. الآن أهم جزء في مغسلة السيارات، خزان الصابون الفائق. الصابون يدخل في الخزان ثم يمر بالخرطوم ثم يزيل الوحل بعيداً. وأنا قمت بخلط الصابون جيداً. ستصبح دراجة العمدة نظيفة تماماً. ما هذا؟ الجراء تبني مغسلة سيارات لتنظيف دراجة العمدة جريت واي. قد تفوز بالسباق. لا يمكنني السماح بذلك. أحتاج خطة. هناك خطة رائعة. مرة أخرى. لا أصدق أنكم بنيتموها من أجلي. شكراً يا جراء. والآن حان وقت التنظيف. أوه، أنا أحب التنظيف كثيراً، أحبه حقاً. سأقوم باستنزاف الصابون وأقوم باستبداله بالوحل والإسمنت. أسرع يا سيد مكتورتل، أنا جاهز للصب. عندما ينفجر الوحل والإسمنت في جميع أنحاء الدراجة ستحولها إلى دراجة صخرية صلبة لن يستطيع تنظيفها. شكراً لصنع المزيد من مواد البناء. على الرحب. أين تشارجر؟ إنه يحب هراسة التحطيم. أنا أبحث عن طريق. أنا أعتقد أنه ينظف أسنانه.
ضوء يقودني إليك. اختراق اختراق اختراق. شخص ما يحب أغاني سيارة سباركل، وهذا الشخص هو أنا. واو، سيارة سباركل مذهلة، وسنراها في الحفل الليلة هنا في بلدر كوف. هيا فلنذهب إلى العرض مبكراً. يجب إحضار سيارتنا. بروفيسور جابريل! مرحباً يا رابل والطاقم! هل سيارة سباركل أتت؟ هل أتت؟ ليس بعد، لكن حافلة ابنتي سوف تأتي قريباً. هل أنت والد سيارة سباركل؟ مستحيل! أجل! تعيش في مدينة قريبة مع والدتها وستبقى معي أسبوعاً. كم أنا محظوظ! أوه! سيارة تتصل بالآن! سيارة! سيارة سباركل! مرحباً يا أبي! ومرحباً يا جراء! أنت من المعجبين بي! أعني أنا من المعجبين بك. نحن نتمنى وصولك بسرعة يا نجمتي الصغيرة. وأنا أيضاً يا أبي. هناك فقط مشكلة واحدة، صخرة سقطت وأغلقت الطريق، لا يمكنني الوصول إلى بلدر كوف. غير معقول. علينا تحريك تلك الصخرة. أجل علينا ذلك. هنا يأتي تشارجر. مرحباً، أنا تشارجر، هذه هي عائلتي. أنا أبحث عن طريق، ضوء يقودني إليك. اختراق اختراق اختراق. مرحباً يا تشارجر وعائلة تشارجر، من الجميل أنك تعرف أغنياتي. أعتقد أنك تعرف من أنا. سيارة سباركل. واو. إنه حقاً يوم حار. علينا إنهاء الإسمنت في الخلاط قبل أن يزداد سخونة. أتعلمون؟ لا أمانع العمل في هذه الحرارة إذا كان لدي بعض الظل. أجل! شكراً يا رب. أنت رائع. لا مشكلة، الاستمتاع صعب عندما يكون الجو حاراً. صوت النباح. رابل والطاقم. أوه، مرحباً يا كافي كارول. مرحباً يا جيرا، كنت أفكر في مطعم جديد. بعدها طق طقت فكرة في رأسي. ها؟ فشار. إنه مقهى فشار وبه كل النكهات. فشار بالجبن، فشار حار، فشار بالماوس. فشار بالماوس. هل تستطيعون بناءها؟ بالطبع نستطيع. يبدو عملاً لذيذاً لرابل والطاقم. يا كافي كارول، ألن يكون ممتعاً إذا بنينا مقهى الفشار على شكل علبة فشار. مدهش، الآن هذه فكرة رائعة. أنا موافق. هيا يا عائلتي، هيا نذهب لبناء مقهى فشار على شكل علبة فشار. فشار. حسناً يا ويلر، تفضل الإمدادات لبناء مقهى الفشار. ولصنع علبة الفشار أسلاك معدنية وألواح بلاستيكية. ممتع. شكراً يا عمة كرين. شاحنتي ممتلئة، حان وقت البناء. مقهى الفشار الجديد، أستطيع حفرة. أي مقهى فشار يحتاج أرضية، استعداد، تصويب، إسمنت، لكن ليس على قدر الفشار. صنع مقهى الفشار على شكل علبة فشار. التقط، ارفع، حرك.
وهنا. أدوات رائعة. الطرق في هذه الحرارة متعب. تلك الشمس قوية. ما هذا الصوت؟ ربما لا شيء. بنينا المكان المثالي لمنزلنا الجديد. ساحة النباح. البيت. هذا صحيح يا مطر. ساحة النباح هي منزل عائلتنا الجديد. وهذا يذكرني، لم نجمع شمل عائلتنا أبداً. حسناً، الآن سنعيش جميعاً معاً. يمكننا جمع شمل العائلة كل يوم. يا عائلتي، إنه وقت الغناء والاهتزاز. لقد بنينا جسراً. روبن والطاقم، وهو رائع. هذا ما نفعله. حسناً يا عائلتي، هيا نذهب إلى ساحة النباح. رابل والطاقم جاهزون للعمل.